اهلا وسهلا بكم في قناتكم فيرست ستيب جيمنج. النهارده مع اسئله المنتسبين، بحب اوجه الشكر لكل الناس اللي بتدعم القناه، سواء بتدعمني باللايك او بالشير او بالكومنت، وبخص بالشكر المنتسبين عندنا في القناه اللي وصلوا 13 منتسب. وايه ميزه الانتساب؟ انت ليه يا كريم عامل منتسبين؟ زي ما احنا قلنا في فيديوهات قبل كده كتير، ان انا بقى بيوصل لي الاف الكومنتات والاف الرسائل وما بقدرش ارد على كل الناس. فالمنتسبين هو اشتراك رمزي قليل جدا، دولار واحد شهريا او بما يعادل 15 جنيه مصري، وده بيمنحك ان انت بيبقى عندك ايكون مميز يظهر جنبك لما بتيجي تعمل تعليق، وبقى فيه بوست مخصص للمنتسبين محدش بيشوفه من القناه، فيه شويه اسئله، فالاسئله بتبقى قليله فبقدر ارد عليه. حاجه تانية اللي بتميز المنتسبين، ان المنتسب لما بيحط كومنت في وسط 1000 كومنت بيظهر لي علشان الايكون بتاعته، فبقدر ارد عليه بسهوله. لكن يا جماعه لو بصيتوا فعلا على الانبوكس بتاع الانستجرام، في الاف الرسائل وكومنتات القناة، انا ما بيجيليش كومنتات على اخر فيديو بس، انا بيجيلي كومنتات على 150 فيديو موجودين في القناة بمعدل مليون مشاهدة شهريا. فمعلش يا جماعة، انا بني ادم مش آلة، نفسي ارد على كل الناس لكن بنقتصر على المنتسبين، وبقية الناس بيرد عليهم المودريتورز اللي موجودين في القناة، سواء ميدوري او اليوك، او في ناس متابعين محترمين جدا وانا بشكرهم جدا 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 بيجاوبوا على المنتسبين. فلو انت لسه ما انتسبتش في القناه، انتسب في القناه علشان تظهر معانا في فيديو المنتسبين اللي احنا بنعمله مره كل شهر تقريبا. طب يا عم كريم، احنا نتفرج على الفيديو ده ليه؟ المنتسبين دول زيهم زيكم بالظبط، يعني انتوا نفس الاشخاص اللي بتسالوا، فالاسئله اللي بيسالوها المنتسبين انتوا كلكم سالتوها اصلا قبل كده، لان الاسئله في الجيمنج مش ابتكار. بدل ما بيجي لي السؤال ده في 200 كومنت نفس السؤال، فاحنا بنجاوب على سؤال مره واحده في حلقه المنتسبين. اعمل سبسكرايب ودوس على زرار الجوين اللي موجود جنب زرار السبسكرايب، ويلا بينا نبدا ونشوف بقى اسئله المنتسبين. مبدئيا احنا عملنا البوست اللي قدامكم ده، وكان في العيد القومي للفيديو جيمز، يعني تقريبا يوم الفيديو جيمز حاجه زي كده من اسبوع تقريبا. واول سؤال معانا من كعروبي، وكعروبي بيقول لي ايه رايك في لعبه ريزيدنت ايفل فيليج؟ لعبه ريزيدنت ايفل فيليج اظهرت امكانيات الجيل الجديد، يعني فعلا لعبه خرافيه، لعبه تحفه جدا. ما كناش متخيلين ان احنا نشوف الصوره دي والريزولوشن ده والفريم ريت الثابت ده في لعبه من العاب ريزيدنت ايفل من المنظور الاول، وتبقى بالجمال والتحفه دي. فبصراحه اللعبه عجبتني جدا. لكن هل هي احسن لعبه ريزيدنت ايفل؟ لا، برضو ما اعتقدش. اعتقد ان ريزيدنت ايفل 4 وريزيدنت ايفل 7 وريزيدنت ايفل 2 تفوقوا يا جماعه، ولسه لغايه دلوقتي ما اتعملش لعبه تضاهي الالعاب دي. السؤال الثاني بيسالك عروبي برضو، وين احصل اس اس دي بتاع الاكس بوكس؟ بص يا ريس، الاس اس دي بتاع الاكس بوكس تقدر تشتريه من على امازون. انت في سلطنه عمان، انا ما اعرفش اذا كان في امازون عمان، ممكن تجيبه من امازون الامارات او من امازون السعوديه او من امريكا ويوصل لك. سعره كام؟ سعره تقريبا 250 دولار، معرفش بقى هيوصل لك انت هيبقى ثمنه كام، بالجمارك بالشحن بالكلام ده، انا ما عنديش فكره عن سلطنه عمان، وبصراحه انا ما حاولتش اشتري الاس اس دي بتاعت الاكس بوكس سيريس اكس. وبشكرني جدا خالد من سلطنه عمان، شكرا ليك يا خالد ومنور منطقه المنتسبين. معانا بعد كده بو تركي، بو تركي بقى هو اكبر داعم للقناه وهو صاحب القناه، احنا عندنا كده فئات للدعم، داعم ودعم قوي وصاحب القناه. فصاحب القناه هو بو تركي، بو تركي بيقدم اكبر كميه للدعم للقناه، وراجل جميل بصراحه ما سالش، قال لي اتمنى لك التوفيق يا كريم ومبروك 100,000 مشترك، وعقبال ما تصير عالم من اعلام اليوتيوب في مجال الجيمنج. انا مش هبقى عالم في اعلام اليوتيوب ولا هبقى اي حاجه غير بدعمكم، وانتوا اللي حققتوا الرقم ده، رقم ال 100,000 ده يا جماعه بتاعكم انتوا مش بتاعي انا، يعني احنا بقينا 100,000 جيمر، حط عليهم كريم يبقى 100,000 واحد. ميدوري وهو المشترك الاسطوري في القناه، يعني انا بحبه جدا، وهو جماعه من الناس اليوتيوبرز اللي لسه بادئين، فارجوكم تروحوا تدعموا القناه بتاعته، وهو المودريتور بتاع القناه. ميدوري هو اللي بيرد عليكم في التعليقات بتاعتكم، فاي حد عنده اي سؤال يعمل تاج لميدوري في اي كومنت من عندي، وميدوري موجود، بس يا ريت نروح ندعمه في قناته، وهو قناته لسه بتبدا، بس ان شاء الله يكون ليه مستقبل. وميدوري بقى عنده الايكون الاصفر لانه مشترك بقاله فتره، بقاله كام شهر، انت كل على فكره ما بتشترك مده اطول الايكون بتاعك لونه بيتغير. طبعا كان عارف ان انا كنت تعبان الفتره اللي فاتت بظروفي الصحيه اللي انا حكيت عنها في فيديو قبل كده، ويقول لي الحمد لله على السلامه، فرحت لما نزل اخر فيديو، شكر يا حبيب قلبي وشكرا جزيلا لدعمك. هيما اند فلوجز، هيما اند فلوجز من المشتركين الجداد في القناه او من المنتسبين الجداد في القناه، وما تزعلش مني يا هيما، بص ههزر معاك بس ما تزعلش مني، بس هيما انا بعتبره حماده بقى بتاع المنتسبين، طبعا اللي بيتفرج على القناه عارف شخصيه حماده دي عامله ازاي، فهيما حماده بتاع المنتسبين وبيسالني اسئله حماديه جدا، وما تقلقش يا هيما هتطلع برده في فيديو الاسئله الذكيه خلي بالك، فمنور المنتسبين يا هيما ونرد على سؤالك. اولا الحمد لله على السلامه يا قلبي واحلى واحد في الدنيا، ثانيا بص بقى السؤال الحماده، هو في طريقه اقدر اعمل بيها اكونت مصري على البلاي ستيشن؟ يا حماده مفيش اكونت مصري، مصر مش موجوده على شبكه
بوكيت بلاي ستيشن. بس ده سؤال من اسئله الحماده اللي في ناس كتير جدا بتساله في القناه. مفيش اكونت مصري يا جماعه تاني، مفيش اكونت مصري. يمكن ثالث مره طبعا عشان يمكن في حد ما سمعنيش بس كده، ان احنا قلناها في حوالي 98000 فيديو، مفيش اكونت مصري. مصطفى ناجي برضو من اللي عنده الايكون الاصفر من الناس القديمه، يقول لي كيمو ازيك وربنا يقويك قبل اي حاجه حبيب قلبي. بص يا سيدي، بصيت، هل انت متحمس للعبه كينا بريدج اوف سبيريتس ولا لا؟ طبعا لعبه كينا بريدج اوف سبيريتس احنا نزلنا المراجعه بتاعتها وانا اتكلمت عنها، فاظن ان انا رديت على السؤال بتاعك. لعبه فار كراي 6 هل ليها علاقه بالاجزاء اللي قبل كده؟ عشان انا ما لعبتش ولا واحده منهم. بص بقى يا سيد الفاضل، فار كراي 6 كل جزء قصة منفصلة، لكن هي بتحكي في نفس الموضوع، ان في مكان محتل وانت بتحاول تحرر المكان ده من الاحتلال اللي موجود فيه. فقصة فار كراي 6 مش مختلفة تماما في الكونسبت، لكن مختلفة في القصة، فمفيش مشكلة تلعب اي جزء فار كراي 6 من بدايته. هيفرق معاك لعبت الحاجات اللي قبل كده؟ لا مش تفرق معاك خالص، لكن هما نفس ستايل الجيم بلاي، نفس الموضوع، نفس كل حاجة. السؤال التالت، انت عامل ايه بقى؟ انا تمام والله زي الفل، وانت عامل ايه؟ اكتب لي في الكومنتات. حلمي جيمر، حلمي جيمر برضو من المنتسبين الجداد يا جماعه، منور منطقه المنتسبين يا حلمي، الف مبروك على 100000 مشترك. سؤالي، هل ممكن اركب اكتر من هارد على البلاي ستيشن 4؟ هارد خارجي على البلاي ستيشن 4 او بلاي ستيشن 5 ولا هو واحد بس؟ فمعلش برضو ده سؤال من الاسئله الذكيه وسؤال حماده. انت جبت هارد ركبته في البلاي ستيشن، حلو، فالبلاي ستيشن عرف ان ده هارد، ما تفرقش بقى اذا كنت ركبت 20 هارد 30 هارد، مش هتفرق. بس هو كل ما هو يتطلب البلاي ستيشن انه يعرف ان ده هارد يخص اي بلاي ستيشن 4، هيشتغل عادي مفيش مشاكل. فان الهارد بتاعك خلص واتملى وعايز تجيب هارد جديد، جيب هارد جديد يا باشا، مفيش اي مشكله. السؤال اللي بعده بقى، انا جبت جهاز بلاي ستيشن 4 من حوالي 4 شهور، وبعديها عرفت من حضرتك ان اي جهاز بيتباع هو استيراد او تجميع، ايه عيوب الاستيراد وايه عيوب التجميع والفرق ما بينه وما بين الاصلي؟ بص يا باشا، البلاي ستيشن 4 الاستيراد والتجميع واللي مش تجميع اللي هو انتاج الشركه يعني، كلهم اصلي، كلهم بيشتغلوا وكلهم بلاي ستيشن 4 وكل حاجه. مشكله الاستيراد والتجميع دي حاجتين بس يا جماعه، عشان مش عايز اخوفكم قوي برضه. مشكلته ان في بعض الاوقات الحاجات دي لما بتيجي من بره بيكون متغير فيها بعض الحاجات بحاجات تانية مستعملة او حاجات سيئة. يعني مثلا مثال، ممكن حضرتك لما تشتري بلاي ستيشن 4 تشتري بلاي ستيشن 4 تجميع او استيراد، فممكن مثلا يكون المعجون الحراري بتاعه مثلا مش مظبوط، ممكن يكون الهارد الداخلي مثلا بتاعه ال 100 ميجا في الثانيه الاتش دي دي ممكن يكون متغير، يعني ما يكونش، انا اظن اللي بيجي في البلاي ستيشن بيبقى من نوع سامسونج مثلا، فممكن يقول لك من نوع تاني. ساعات الشركه بتنزل انواع تانيه، بس في بعض الناس مش امينه بتشيل الهارد اللي موجود الداخلي وتحط لك هارد تاني يكون اقل في الامكانيات او يكون سيء او مستخدم او مستعمل. فانت ما بتضمنش الكلام دوت الا لما تفتح الكرتونه وتطلع الجهاز وتفك الجهاز وتشوف اللي جوه ايه. وطبعا اي واحد هيروح يشتري اي حاجه من اي تاجر مش هيسمح لك اصلا ان انت تفك الجهاز. فالاجهزه دي يا جماعه في غالب الاحيان بتبقى متجمعه، يعني مع جايه حتت وبتتلزق وبتبقى بلاي ستيشن 4. في مشكله في اللعب؟ مفيش مشكله في اللعب، بس انت وبختك، انت وحظك. ممكن تشتري الجهاز يشتغل معاك كويس، وممكن ب 80 90% تشتري جهاز يبقى بايظ وترجع للراجل. ودايما اي حد هيبيع لك جهاز زي ده يقول لك انت معاك شهر مثلا ضمان، ولو رحت له يقول لك لا ده بايظ، اصلحه لك واخد منك فلوس وانزل لك باكت العاب، كلام كده فارغ. فانصحكم يا جماعه بلاش تشتروا بلاي ستيشن 4 خالص من اي مكان من الاماكن دي، اشتري بلاي ستيشن 5 على طول. طب يا كريم انا معيش فلوس عايز اشتري بلاي ستيشن 4، هتشتري بلاي ستيشن 4 جديد هتلاقوه على جيمرز لاونج، وانا ما بسوقش، انا بقول لكم الحقيقه، هتلاقوه على جيمرز لاونج بس سعره اغلى شويه. ليه؟ لان دي اخر باتش، اخر باتش نازل من سوني، فهتلحقوا يا ما تلحقوش. وهسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن، تنزل تلاقي بلاي ستيشن 4 سليم برو تشتري اللي انت عايزه. مانجا 64 جيمنج، وهو المانجا من قناه مانجا 64 جيمنج، وبرده الراجل دوت من الداعمين القويين للقناه من الاول، وهو صديق على المستوى الشخصي، انا بحبه جدا وائل، يا ريت كلنا نروح لقناه وائل وندعمه. وطبعا هو فرعون بيقول ايوه بقى جيمو رجع لينا عودا حميدا يا جميل حبيبي عم وائل. انا عندي سؤالين عشان ما اطولش عليك. اول سؤال، في العاب بتحبها على المحمول؟ ولو كده هي ايه؟ بص يا وائل، انا مبدئيا بطلت موضوع المحمول او العاب الجيمز اللي على المحمول دي من زمان جدا، بس كان في لعبتين دول اللي كنت بحب العبهم بصراحه، وهي كلاش اوف كلانز وكلاش رويال، ويمكن كلاش رويال كنت بحبها اكتر من كلاش اوف كلانز. السؤال اللي بعده بقى، السؤال ده مهم جدا، انا عايز العب اونلاين فتنصحني اجيب باتل فيلد ولا استنى كول اوف ديوتي؟ جيب باتل فيلد، عشان باتل فيلد اوسع واكبر وتجربته الاونلاين فيها قويه جدا. لو انت اول مره تلعب باتل فيلد بالنسبه لك هتبقى صعبه، بس ايدك هتاخد عليها بسرعه. باتل فيلد يا جماعه محتاجه تحدي كبير جدا، باتل فيلد مش سهله زي كول اوف ديوتي، كول اوف ديوتي سهله
يعني للجيمر النوب هيقدر يجيب له كام كلايه. في باتل فيلد لا، كل حركه كل موفمنت كل حاجه بتعملها ليها حساب، كل تكنيك ليه حساب، التيم كله تيم كامل لما يتعاون مع بعض ويحقق الاوبجكتيف، التيم ما تعاونش مفيش حد بيكسب لوحده، فانسوا الموضوع ده. الحاجه الثانيه بقى موال، انا اصلا شاري باتل فيلد، فانت تشتري باتل فيلد عشان نلعب مع بعض اكس بوكس سيريس اكس. يلا بينا السؤال اللي بعده، هيما فلوجز حماده بتاع المنتسبين، قول لي الفيديو هينزل امتى او الفيديو نزل. خالد محمد، وخالد محمد اعتقد ان هو في طريقه ان هو يبقى كولكتور زي، يعني عايز ان هو يبدا التجميع وعايز يعرف قيمه الالعاب، فكان بيسالني عن لعبه من العاب البلاي ستيشن 3 اللي ناس كتير ما تعرفهاش ومن حصريات سوني، وهي لعبه بابتير. فسالني قال لي انا لقيت لعبه بابتير متغلفه سيلد للبلاي ستيشن 3 ثمنها $100، هل تسوى قيمتها ولا ما تسواش، والحق اشتريها ولا لا؟ لان انا لقيت اقل واحده مستعمله ب $45 ونسخه روسيه مش نسخه انجليزيه، ولو هي جديده تستاهل العبها ولا احتفظ بيها؟ بص يا باشا، انا رديت عليك في التعليق وقلت لك اشتري اللعبه ثمنها $100 سيلد مش كتير، لكن ما تشتريهاش مستعمله ب $45، تيجي باقل من كده بكتير. الالعاب المغلفه بتغليف المصنع يا جماعه بتاع بلاي ستيشن، والالعاب اللي بتكون نادره او الالعاب اللي ما بعتش كتير يعني بتبقى ذات قيمه، يعني كمان 10 سنين ابو $100 ده هيبقى ب 500 او ب 1000. فتخيل انت لو عندك بقى مش لعبه واحده، عندك 500 لعبه، فده استثمار في الفلوس. انا شايف كده، هل انت تقدر تعمل كده او ما تقدرش تعمل كده؟ ده موضوع يطول شرحه، وان شاء الله احنا عملنا عنه فيديو قبل كده ازاي تكون كوليكتور، هيطلع لكم دلوقتي على الشاشه. لكن يا جماعه ممكن نتكلم في الموضوع ده باستفاضه اكتر علشان الناس متلخبطه، مش كل الناس عندها قدره تبقى كوليكتورز، وانا ما لعبتش كل الالعاب دي يا جماعه، ممكن اكون جربت معظمها لكن ما لعبتش كل الالعاب دي. فبالنسبه لي دي هوايه وبزنس في نفس الوقت، عشان الناس اللي معتقده ان انا بجيب الموضوع ده وترفاهيه يعني وان انا متخلف عقليا، لا، ده نوع من انواع الاستثمار بالنسبه لي. هل تقدر تعمل زي؟ مش شرط، لكن تقدر تعمل زي؟ اه تقدر تعمل زي، بس الموضوع يا جدعان بياخد سنين طويله جدا. انا بقالي اكتر من 20 سنه في المجال ده، فما ينفعش بقى عندك انت 12 13 سنه وعايز ان انت تبقى زيي بعد سنه، مش هيحصل الكلام ده. بقول لك بقالي 20 سنه بجمع في الكلام ده. عبد الرحمن خالد من المنتسبين الجداد وبيسال سؤال، انا مشترك في بلاي ستيشن بلس وبلاي ستيشن ناو. السؤال ده مهم جدا يا جماعه وركزوا معايا، وحملت العاب كتير، عايز اعرف لو اشتراك البلاي ستيشن ناو خلص ومش عايز اجدد، وعندي لعبه زي هورايزون زيرو دون لو اشتريتها من الستور ودفعت ثمنها لسوني، هقدر العبها وانا محملها من بلاي ستيشن ناو ولا لا؟ ويا ريت تعمل فيديو عن افضل العاب مكتبه بلاي ستيشن ناو. مكتبه بلاي ستيشن ناو فيها 800 وحاجه لعبه، فانسى ان انا اعمل افضل العاب في 800 وحاجه لعبه، صعب جدا. طيب السؤال ده مهم جدا ليه بقى؟ بص يا باشا، عشان في ناس كتير بتقع في الغلطه دي. انا عندي لعبه على سي دي حطيتها في البلاي ستيشن ولعبت اللعبه عادي جدا، وبعد كده رحت اشتريت اللعبه دي من على الستور، فبلاقي ان السيف داتا مثلا بتاعتها دي مش راكبه على دي. اللعبه اللي على سي دي هي لعبه مختلفه عن اللعبه اللي بتنزلها داونلود، عن اللي بتاخدها من البلاي ستيشن بلس، عن اللي بتاخدها من البلاي ستيشن ناو. تاني ونعيد بالراحه عشان تفهم، انت نزلت لعبه من على بلاي ستيشن بلس، واللعبه دي انت اصلا شاريها من الستور، يعني انت اشتريت هورايزون بعد كده نزلت لك ببلاش على البلاي ستيشن بلس، فلعبت اللي انت اشتريتها من الستور وبعد كده بزهقت مسحتها، بعد كده جات لك الشوق تاني فرحت نزلتها بس منزلتها من بلاي ستيشن بلس مثلا. فالجهاز هيتعامل مع اللعبتين ان هما تو فيرجنز مختلفين، هي نفس اللعبه لكن دي لعبه ودي لعبه، فالداتا بتاعت دي مش هتركب على دي. فلو انت نزلت لعبه من البلاي ستيشن ناو دي لعبه مقتصره على الاشتراك بتاعك بس، فتلاقي عليها قفل. لو نزلت هورايزون تاني من الستور هتلاقي عندك اتنين هورايزون، واحده عليها قفل بتاعه البلاي ستيشن ناو والتانيه شغاله اللي هي انت اصلا شاريها، فده ملوش علاقه بده، فمفيش علاقه بين كلمه طز وكلمه مرحبا. بس يا باشا، عبد المنعم محمد، عبد المنعم محمد بقى سأل حتة سؤال خطير جدا جدا جدا، وقال انا كل لما اعمل اكونت اماراتي او اكونت سعودي يجي لي بان في ساعتها، وعملت عليه 3 فيديوهات الموضوع ده لغايه لما جبت اخره. فبشكرك جدا يا عبد المنعم ان انت نبهتني للموضوع دوت واتكلمت في الموضوع دوت، وده خلانا يا جماعه نساعد ناس كتير جدا. لو انت ما اتفرجتش عن الفيديو بتاع البان لما بتيجي تعمل اكونت اماراتي او اكونت سعودي، او ما بتعمله كده يقوم جاي لك بان كده اللهوي، فالفيديو هطلع لك دلوقتي على الشاشه، روح اتفرج عليه. وتاني بشكرك جدا يا عبد المنعم على سؤالك الجميل دوت واللي خلانا نعمل الفيديوهات اللي ساعدت ناس كتير جدا. هيما فلوجز، وهو حماده تاني، حماده يعني بيستغل الدولار استغلال عظيم بصراحه، يعني بس بتحط 50 كومنت، انا اسال بقى مش هدفع لك دولار، خد بقى بالدولار بتاعي ده شغالك عندي. المهم يعني، فبيقول لي معلش سؤال تاني، هل لو فعلت رقمي مثلا في الكويت اقدر ادخله في الايميل الكويتي؟ انا مش فاهم. بص يعني انا قلت لك ان انا مش فاهم في الكومنتات، وبقول لك تاني ان انا مش فاهم في الفيديو، فاستاذنك انزل كده هيما اكتب لنا تحت كده هيما قصدك ايه،
يعني مش فاهم. ميدوري بيسألني تاني وبيقول لي لو هتلعب باتل فيلد 2042 هتلعب على انهي جهاز؟ اول حاجة هلعبه على الاكس بوكس سيريس اكس لعظمة الاداء لهذا الجهاز. وامانة يا جماعة ومحدش يزعل بقى. الجهاز قوي جدا 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 جدا. حاجة تانية اكس بوكس مسهل لي ان انا اشتري الالعاب. انا حطيت الفيزا بتاعتي عادي جدا واشتريت اللعبة من على الستور بتاع اكس بوكس من غير بقى ما اروح اشحن كروت ويحط لي 20 جنيه زيادة و15 دولار زيادة والكلام الهيصة بقى بتاع بلاي ستيشن. فبعد كده اي حاجة اشتريها ديجيتال يا جماعة بصراحة انا هشتريها من اكس بوكس مش هشتريها من بلاي ستيشن. فانا هلعب على الاكس بوكس سيريس اكس. ويا جماعة لو في حد هيلعب باتل فيلد 2042 يكتب لنا في التعليقات. انا ان شاء الله اول ما اللعبة تنزل هعمل بوست عشان كله يحط الايديهات بتاعته ونخش نلعب مع بعض كلنا. انا هلعب معاكم شخصيا. السؤال التاني بخصوص موضوع البند بقى على الستور الاماراتي والسعودي ان هو بخصوص ال 14 يوم بتاع بلاي ستيشن بلس. هل الموضوع ده هيخلص؟ في ناس كتير اشتكت لسوني وانا بصراحة تواصلت مع ناس كبيرة في المجال وبنحاول ان احنا نوصل لسوني الامارات او سوني السعودية عشان يدونا سبب البند. لكن اعتقد ان السبب مش سبب ال 14 يوم بلس بس. هم يا جماعة عايزين يحكموا السيطرة على مين موجود في السعودية ومين موجود في الامارات عشان الناس اللي بتستفيد من الخصومات. دي اول نقطة. النقطة التانية في بيع كتير للحسابات والمشاركة الحسابات فعايزين يحصروا الموضوع ان الحساب يكون متسجل برقم تسلسلي لجهاز. يعني السيريال نمبر بتاعك مع الاكاونت بتاعك مربوطين بجهاز البلاي ستيشن 4 او جهاز البلاي ستيشن 5 بتاعك. فلو انت رحت حطيته في مكان تاني تلعب كضيف مفيش اي حاجة او تلعب مثلا شوية. لكن ان انت بقى واحد اكاونت برايمري وسكندري وسكندري وبيع فيفا ومش عارف ايه. وخلي بالكم يا جماعة هم مركزيش عن بيع الالعاب بالذات فيفا. هم داخلين الدخلة دي في وقت فيفا بالذات عشان الناس بتضرب اكاونتات وبتبيعها خمس مرات. واحد بيشتري اللعبة مرة واحدة ويعمل منها 50 ايميل تانيين ويفضل يدي للناس يدي للناس يشارك اللعبة. فهم عايزين يقفلوا الموضوع ده تماما. واعتقد ان ده السبب الرئيسي. اخر رسالة معانا بقى وهي رسالة من حبيبي مناضل برضو من الداعمين الاقوياء جدا للقناة. وهو طبعا بيسلم عليا ويقول لي حمد لله على السلامة وعودا حميدا. والله انا متشكر جدا لكل الناس اللي سلمت عليا اول ما رجعت. الراجل ده بيسال سؤال محوري. انا مش هقرا الرساله كلها لان الرساله طويله جدا فمش عايزكم تملوا مني. لكن اقول لكم في احواها لان انا مريت باللي هو مر بيه ده. هو بيقول ان انا عندي جهاز اكس بوكس سيريس اكس وعندي شاشه بتدعم كل المميزات والمشكله ما عندوش مشكله في الفلوس لكن مشكله في الالعاب. هو وصل لمرحله الراجل ان هو مش عارف يعمل ايه مش عارف يلعب ايه ولا يسوي ايه. فالموضوع بالنسبه له ضايقه. وانا مريت بالمرحله دي ان انا عندي العاب كتير جدا وعندي كل الاجهزه تقريبا وما بلعبش. ناس هتستغربني تقول لي ايه ده ازاي ايه اللي حصل. ساعات كده يا جماعه الواحد بيفقد الشغف في الحاجه لكن بيرجع لها تاني. فالموضوع ده انا اظن ان هو بيبقى موضوع نفسي. مش لازم ان انا اكون محبوس مع الالعاب. انا وصلت لليقين ان لما احب العب العب وانا نفسيتي مستريحه ورايح كده امسك الكنترولر كده ورايح انا هبسط. انا هقعد كده بس. لكن مش رايح العب عشان اهرب من حاجة في حياتي. فلو حياتك انت استقامت روحانيا علاقتك بربنا علاقتك باهلك علاقتك بصحابك علاقتك بشغلك علاقتك بدراستك عيش حياتك بره الاطار الديجيتال هتقدر تستمتع بالالعاب. لو انت الالعاب هي الشيء الوحيد اللي انت بتتوحد معاه صدقني هيجيلك يوم من الايام ومش هتقدر تتعامل مع العالم الخارجي ومش هتقدر تتعامل مع الالعاب. فهيوديك في حته كده مش كويسه. يعني يا كريم الالعاب هتسبب لنا اكتئاب؟ لا. الالعاب دي زي الاكل والشرب بالنسبه لي. يعني ايه؟ يعني انا جعان دلوقتي فممكن اكل سندوتش جبنه ممكن اكل سندوتش سجق ممكن اروح اجيب طبق كشري. كل حاجه ليها طعم مختلف لكن في الاول وفي الاخر هو اسمه ايه؟ اسمه اكل. طب هينفع اكل بقى وانا شبعان؟ مش هقدر. فبرضه نفس القصه مش هينفع تلعب. طب انت عايز تلعب للمتعه فقط العب للمتعه ما قلتلكش حاجه. لكن لو حسيت في وقت ان انت زهقان من الالعاب ومش قادر تلعب حاجة وفي حاجات بتنزل وانت شغفك مش رايح عليها استأذنك انزل الشارع العب كورة. روح مع اصحابك اخرج. يعني اعمل اي حاجة. روح البحر اصطاد سمك. روح المتحف. عندنا يعني بتكلم على المصريين يعني عندكم يا جماعة كمية متاحف وكمية اثار جوه اطار القاهرة الكبرى كبير جدا. روح كده القاهرة القديمة. يعني روح مصر القديمة. شوف قاهرة المعز لدين الله الفاطمية. شوف شكلها عامل ازاي. روح الاهرامات. روح المتحف المصري. اقعد مع اصحابك. روح اتعلم حاجة جديدة. مناضل انا حاسس بيك جدا بس الموضوع دوت في رأيي واعتبر الكلام اللي بقوله لك ده ان انا واحد صاحبك. حاول ان انت تعمل حاجة مختلفة عن الجيمينج علشان الجيمينج يوحشك وترجع له تاني بقوة. ودي كانت كل اسئلة المنتسبين. اللي عايز ينتسب في القناة عشان يتواصل معايا بقى شخصيا الناس اللي بتسأل على التواصل هتلاقي زرار الجوين جنب زرار السبسكرايب. ولو ما لقيتوش هتلاقي لينك الاشتراك موجود في الديسكريبشن. يا رب يكون الفيديو عجبكم وساعدكم وشكرا لكل الناس اللي بتدعمني. الانتساب يا جماعة فضلا وليس امرا. مش مطلوب منك ان انت تنتسب الا اذا كنت انت عايز تدعم كريم او تدعم القناة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.
مع السلامة.